ما هو هلو يعني هنصدر منطق العند البيت هيخرب، وهيبقى مين اساس الخراب؟ الست، لان هي اول واحده جالت بمزاجي. لما هاجي اقول لها بمزاجي وهو يقول يعاند في حته تانية، وهي تعاند في حته ثالثه، يرد عليها بالرابعه، والخامسه ترد على السادسه، والسادسه ترد على السابعه، البيتك ده هيخرب. وليه ما يكونش من الاول راجل متفهم ويفهم هي ايه اللي مضايقها، ويقول لها انت اللي منوره البيت، وانت يعني حضرتك يعني شايفه ان الجول ده هو اللي هيعدل ميزان الست مثلا؟ طبعا طبعا، يعني الكلمه الطيبه حضرتك صدقه. مش شايف حضرتك مش شايف ان الست من حقها تنزل ساعتين تروح الكوافير تعمل ضوافرها عشان تفضل زي القمر في عينك؟ تروح وين احنا بنتكلم بجد؟ لا بجد، هو مش برنامج كوميدي خالص بجد. هو قال الموضوع افتراضيه لان مش كل الناس هتتقبل الفكره، بس انه هي من حقها برضو ان هي تنزل تروح كوافير تعمل ضوافرها عشان تفضل. ولو ما راحتش مش هيعجبه، خدي بالك. والله عايزين كل حاجه. طب بصي، كل حاجه يعني زي ما هو الزوج ليه التزامات، الزوج عليها التزامات كتيره. ففكرة ان هي لازم تبقى كويسة، ولازم تبقى بمظهر كويس قدام جوزها. امتى يا فندم الوقت بقى؟ ايه؟ امتى الوقت اللي هي فيها تعتني بنفسها؟ اي وقت في الاسبوع، ايه المشكلة يعني؟ مش محتاجة ان هي ردي مش على جنب الموضوع مش قول حاجة. هو اصلا مش يعني الموضوع مش محتاج ان هي في لحظة تقول مزاج انا ما اعملش الحركة دي، لا ده تبقى ايه ابوها ما عرفش. دخلنا في ابوها كمان. ايوه ابوها ما عرفش الموضوع، طلعنا من الافتراضيه. أيوة. دخلنا في ابوها. لا بس ابوها ما عرفش يربيها كده. بس لحظه معلش يعني. لا. ايوه لا عشان قالت لك ست العنيده. لا ست العنيده خربت بيوت. الانسان حر ان كان ست ولا راجل. لا بس ثانيه يا استاذي، حضرتك قلت جمله برضو صعبه جد. يعني ايه ابوها ما عرفش يربيها؟ ايوه ما فيش ست عشان بتطلب وقت لنفسها. لا ما قلتش تطلب وقت لنفسها، لكن ما تصدرش منطق العند ومزاجه. احنا مش بنقول عند يا فندم، احنا بنقول الموضوع يبقى بالاتفاق. انه معروف مثلا على سبيل المثال فرضيه، انه مثلا يوم الثلاث ده اجازه ماما. اجازه ماما من ايه؟ من ان شاء من الله من ان هي ما تعملش اكل، من ان هي مطحونه، من ان هي ما حدش يقول لها هناكل ايه النهارده. مين اللي هيعمل يعني؟ مين اللي هيعمل؟ ما هي فندم هو ده اجازتها يا فندم، دي مش شغلتها اصلا. لحظه يعني هي كتر الف خيرها ان هي بتقف تطبخ وبتهتم بالاولاد. كتر الف خيرها. في ناس للشغل ده، فالست تكرما منها بتعمل ده بحب، بحب خد بالك. طب معلش، بعيدا عن العند او النديه، انا مش بتكلم في ان هي ست نديه، بس عليك شايف ان الست لما تطلب يوم اجازه في الاسبوع دي ست على حسب او على حد تعبير حضرتك ست هتعمل مش هتعمل ايه في يوم الاجازه يعني؟ عيالها هياكلوا منين؟ مين اللي هياكلهم؟ لا عايز اسال مين اللي هيقوم بدورها يعني؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال. الاب يقوم بالدور ده يوم هل المشكله؟ هل الست اللي من حقها اللي عايزه تاخد وقت لنفسها من وجهه نظر حضرتك دي ست والدها ما ربهاش؟ لا ما قلتش كده. لا لسه قايل كده. لا ما قلتش كده. لا ما قلتهاش بالمنظر ده يعني. انت لما تبدا تفعل فكره ان النديه من خلال كلمه مزاجها هو اللي انا اقصده، لكن ما قصدتش فكره ان هي عايزه ترتاح. من حقها ترتاح، بس لازم تبقى مامنه عيالها اتراعوا ازاي. انت ما تنسيش برضو ان الولاد مسؤوليه. ما الاب يامن اليوم ده ايه المشكله؟ هيأمن ويعملها، يروح يقف في المطبخ يطبخ. ايه مشكلة وعيب الراجل يطبخ؟ لا طب وايه المشكله؟ معلش طب امي، معلش الراجل ما يقفش في المطبخ طبعا. ايه انت قلتي الراجل يقف في المطبخ؟ طبعا في المطبخ يعني. ايه اللي يمنع ان الراجل يقف في المطبخ؟ وليه الراجل يقف في المطبخ؟ ومفيش حاجه تمنع ان الراجل يقف في المطبخ ده. في رجاله بتعمل اكل احسن من الستات 100 مره. صحيح. اشهر الشيفات رجاله. واشهر الشيفات. أيوة رجاله. صحيح. ولو وقف هيبقى بحب على فكره، مش على حاجه تعيبه. على فكره ده في المهنه، بنتكلم في مهنه مش بنتكلم. لا عايز اسمع، انا عايز اسمع وجهه نظر سائمي. الاب لما يقف في المطبخ يطبخ لاولاده دي حاجه في منتهى الحب. دي حاجه في منتهى الجمال. لما يعمل لهم يعني سندوتشات يوم الصبح يتقال عليه. مش ممكن مثلا الراجل اللي هيقف يعمل لقمه لاولاده يوم في الاسبوع، او الراجل اللي بيساعد مراته اللي تعبانه اللي راقده اللي حامل اللي واخده اجازه يوم، لو وقف كده نشر الغسيل، هل الراجل ده ممكن الناس تقول عليه راجل؟ ده راجل، ده هو كده راجل. لو في الحالات اللي حضرتك قلتيها دي مفهوم. اوكي، مفهوم الراجل ايه؟ ان هو يشرب في الست ويقفها في المطبخ. لا، والافتراضيه اللي احنا بنتكلم فيها حصلت في الحالات الطبيعيه.